ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم معاكم عن شوية افلام هتساعدكم جدا في تعلم اللغة الانجليزية وخاصة باللهجة الامريكية. هلخص كل واحد منهم بشكل بسيط بحيث تتحمسوا انكم تتفرجوا عليها وتشوفوا ايه اللي هيناسبكم منها. اول فيلم في القائمة اللي انا جمعتها لكم النهاردة هو فيلم بعنوان فورست جامب. فيلم فورست جامب ده بتدور احداثه حوالين راجل بيعاني من انخفاض من معدل الذكاء، بالرغم من انه واجه صعوبات في التعلم كتير في مدار حياته، ولكن أنجز أشياء عظيمة جدا، وكمان كان حاضر خلال أحداث تاريخية مهمة، وبالرغم أنه جاوز توقعات الناس ليه ما كانش محظوظ مع الإنسان الوحيدة اللي حبها. الفيلم ده هو قصة راجل تخطى التحديات وأثبت أن العزيمة والشجاعة والحب أهم من القدرة على فعل أي شيء. تاني فيلم في القائمة اللي عندنا النهاردة هو فيلم The Incredibles الخارقون، وهو فيلم رسوم متحركة بيتكلم عن واحد ومراته بوب وهيلين، وهم يعتبروا من أعظم وأشهر الأبطال الخارقين في مكافحة الجريمة في مكان اسمه متروفيل. وبالرغم من كده، بعد 15 سنة من إنقاذ الأرواح ومحاربة الشر بشكل يومي، الحكومة أجبرت جميع الأبطال الخارقين إن هم يبطلوا يشتغلوا ويعيشوا كمواطنين عاديين. فقرر باب وهيلين إن هم يعيشوا حياة طبيعية مع أطفالهم الثلاثة فايوليت وداش وجاك جاك، كل واحد منهم عنده قوة خارقة خاصة بيه. ونتيجة إن باب معرفش يتخلى عن حياة البطل الخارق، جاله اتصال غامض استدعاه لجزيرة بعيد جدا لمهمة سرية، وفجأة اكتشف ان صاحب الشغل بتاعه مش هو اللي كان فاكره. بتحصل احداث كتير وتضطر الاسرة انها تتكاتف وتعمل جهد كبير عشان يخرجوا ابوهم من الوقع نفسه فيه وينقذوا العالم مع بعض كلهم من الشرير المحتمل. الفيلم اللي بعد كده اسمه شو شانك ريدمشن. شو شانك ريدمشن بتدور احداثه حوالين واحد اسمه اندي حكم عليه بالسجن المؤبد نتيجة لإدانته بقتل زوجته وعشيقها. وبمجرد وصوله هناك صاحب ناس كتير من اللي معاه في السجن، وخاصة واحد اسمه ريد، بيكسب احترامهم مع مرور الوقت، واندي بيتعلم انه يعيش حياته في السجن ده. روحه وتصميمه وعزيمته ما ينفعش يتكسروا، لانه بتطلع انه يغادر السجن ده بالشروط بتاعته الخاصة. الفيلم اللي معانا بعد كده اسمه هانجر جيمز العاب الجوع، وده شخصيا واحد من الافلام اللي انا بفضلها. بتجري احداث الفيلم ده في مستقبل بائس، الامة الشمولية من مكان اسمه بانيم مقسمة إلى 12 مقاطعة وعاصمة. كل سنة الحكومة بتعمل قرعة إنها تختار 2 شباب صغيرين كده يشاركوا في ألعاب الجوع دي من كل منطقة، وألعاب الجوع دي جزء منها ترفيه، جزء منها انتقام وحشي على تمرد سابق. وبانيم بتبث الألعاب دي في جميع أنحاء البلاد بحيث يتفرج كل المواطنين على اللي بيحصل فيها، ولازم المشاركين اللي عددهم 24 دول يقضوا على بعض. ومع الوقت بتطلع أخت كاتنس اللي عندها 16 سنة في القرعة إنها تمثل المقاطعة 12. كاتنس ما بتسكتش وبتحاول تتطوع انها تحل مكان اختها، ووقتها الشريك اللي معاها اللي اسمه بيتا محتاجين يقاتلوا ضد مشاركين اكبر واقوى، اللي البعض منهم عمال يتدرب طول حياته انه يشارك في الالعاب دي. الفيلم اللي بعد كده هو The Lion King الاسد الملك، بتدور احداثه حوالين اسد شاب حاول يخرج من تحت ايد عمه القاسي اللي ادعى انه قتل والده في سبيل انه يحكم مكانه. بينجح الاسد الصغير انه يهرب ويمشي ويسيب عمه هو اللي يحكم. بتمر الايام ويكبر الصغير بعيد عن وطنه ويعيش بفلسفة بطل تقلق طول حياتك، ولكن لما يجي الماضي فجأة يطرده لازم يقرر مصيره. الفيلم اللي بعد كده هو The Truman Show، بتدور احداثه حوالين واحد اسمه ترومان فجأة يلاحظ ان المكان اللي اتولد فيه ده عبارة عن استوديو ضخم، وان الناس اللي يعرفهم وعايشين وبيشتغلوا حواليه عبارة عن ممثلين حتى زوجته. وبالتدريج بيحاول ترومان يعمل حاجة عشان يكتشف اللي بيحصل له ده. الفيلم اللي معانا بعد كده هو The Dark Knight. في The Dark Knight بمساعدة الملازم جيمس جوردن ومحامي المنطقة هارفي دنت، باتمان بيحقق العدالة وبيدمر الجريمة في جوثم. فجأة يظهر مجرم شرير اسمه جوكر بيرعب جوثم باللي فيها وبيغرق المدينة في الفوضى، ونتيجة لده باتمان بيبذل كل جهوده انه يقضي عليه. الفيلم اللي بعد كده اسمه The Matrix، بتدور احداثه ان في عام 1999 كان في واحد اسمه توماس اندرسون عايش حياة عادية جدا، لكن كان حاسس ان في حاجة مش صح. كان بيشتغل فني برمجيات الصبح وهكر بالليل. بيجي في يوم من الايام واحدة تبحث عنه امرأة غامضة اسمها ترينتي، وبتعرفه على راجل اسمه مورفيوس اللي بيقلب لتوماس حياته وبيعرفه على حقيقة عالم. وفجأة بيتولد نيو اللي هيساعد على تحرير البشرية من سيطرة عدو مجهول.